الملحدون في الغرب بما أنهم يعتقدون أن الإنسان بمجرد أنه مات انتهى كل شيء، فبدأوا يقومون بأبحاث بهدف إطالة عمر الإنسان. هذه الأبحاث صرف عليها حتى الآن مليارات الدولارات للأسف، وتهدف كلها إلى إطالة أمد عمر الإنسان. ماذا كانت النتائج؟ كانت النتائج أن العلماء أنفسهم وجدوا أن أفضل نهاية للإنسان هي الموت. تصور لو أن الحياة ليس فيها موت، أو أن الدنيا ليس فيها موت، ستصبح الحياة مستحيلة. سبحان الله، قبل 1400 سنة حدد لنا القرآن بدقة، قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة. انظر، وضع الموت قبل الحياة. لماذا؟ لأن الموت هو الأساس، لولا الموت لأصبحت الحياة تعيسة جدا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. يعني حدد لنا النتيجة التي وصل إليها العلماء قبل 14 قرنا.